في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تتواصل أعمال القوافل العلاجية التابعة لوزارة الصحة بقرية الرغامة بمركز كومومبو بأسوان. قامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على 1688 حالة من خلال 10 عيادات، وتم صرف العلاج المجاني للمواطنين، كما تم تحويل عدد من الحالات لمستشفى كومومبو ودراو وآخرين للمستشفى الجامعي لإجراء جراحات وعمل أشعة الرنين المغناطيسي. احنا هنا بنعالج المرضى يعني على نفقة الدولة، الكشف والتشخيص والعلاج بالمجان. اي مريض امراض مزمنة بنحوله على اقرب مستشفيات تبع التأمين الصحي علشان يتلقوا العلاج بتاعهم بالكامل بالمجان، والتشخيص برضو بالمجان. بس هو ده اللي احنا بنعمله هنا، وبنتوجه اكتر للاماكن المحرومة والاماكن اللي شوية بعيدة عن المراكز والمستشفيات الجامعية وهكذا.